السلام عليكم مازال في الاول، مرحبا بكم الناس اللي جي اسكا. والله ما اخبار شباب القبائل، جيت ترقد يخرج لك غير ما ترقد حتى تسمع الخبر هذا. اولا ساعة لايك الفيديو وابوني في القناة وتركوا لنا تعليق. حسب بعض المصادر بولهي يؤكد اتفاقه، يعني بولهي هو اللي اكد اتفاقه مع المدير العام حاكم مدان، وسيوقع على عقده لمدة عام بعد مباراة خنشلة ان شاء الله. سيكون خبر صحيح وليس كذب. دروك نزيدو نحكيو على الموضوع هذا، خاصة وأنه عاجل، يعني صراحة ما رقدناش والجياسكا راهي معولة، يعني تستفيق مع خنشلة إن شاء الله، وسيكون الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات إن شاء الله، ونتائج الجولة ربما خدمت شبيبة القبائل. لايك الفيديو وقبول في القناة وتركونا تعليق. مع الخبر العاجل، اتفاق شبه رسمي بين إدارة الشبيبة ومبولهي، لأنه قبيل ولد علي قال كان لازمنا حارس مرمى، يعني هذا ما يؤكد وأنه ربما التجأ إلى مدان اللي حاب يجي مبولهي ويسني في شبيبة القبائل. قال كالدولي حسب بعض المصادر، الدولي سابق رئيس وهاب مبولهي هو الحارس القادم لشبيبة القبائل بنسبة كبيرة. شركة موبيليس رفقة إدارة الفريق تعمل كل ما في وسعها لإتمام الصفقة، ومن المتوقع حسمها بعد لقاء الغد أمام خنشلة، يعني راح يكون هناك جديد تقريب في ربما الساعات القليلة القادمة إن شاء الله. وهنا راح يكون لكم خاصة ونخليكم الصفحة هذه من خاص من صفحة نيوز إكسبرس. مبولهي يؤكد اتفاقه مع المدير العام حكيم مدان، وسيوقع على عقد لمدة عام بعد مباراة خنشلة إن شاء الله. سيكون خبر صحيح وليس كذب إن شاء الله، وإحنا مع سويات إن شاء الله اللي جاية راح يتأكد الخبر، أما سيكون مجرد إشاعات. ولكن كل الأخبار تقول بلوهي راهو قريب جدا من شبيبة القبائل، هضرت لكم في قدام فيديو، وإن شاء الله يتم ويهنيونا من صداع اسمه هو حراسة مرمى شبيبة القبائل. جياسكا راهم معولين على مباراة خنشلة إن شاء الله، وربما للشبيبة فرصة كبيرة لتحسين وضعيتها في الترتيب، خاصة النتائج تاع البارح واليوم. شابو عندك مولودية وهران وبارادو راهم داروا التعادل، الصيف خسر، المهم شبيبة قبائل فرصة ربما على الأقل تكون في المرتبة الخامسة أو السادسة حتى يتحسن ترتيبها، وبعدها ربما تريكسيفي. المهم بولودي الجزائر راهو تعادل أيضا مع أقبو، فوز شبيبة القبائل غدا راح يولي بتسع نقاط، وتقريبا راهو يكون في المراتب الأولى إن شاء الله، على الأقل في المرتبة الخامسة. لايك الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق، راح نأكد لكم خبر مبولهي إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله. يلا فيف الجياسكا، لفيها الخير يجيب ربي. سلام خوتي.